إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن هداهم إلى هذا الدين العظيم، إلى هذا الدين القويم، وهو دين الإسلام، فهو دين عظيم أنزله الحكيم الخبير، فهو أحسن الأديان في العقائد وفي المناهج وفي المعاملات وفي الحقوق. ولذلك يا عباد الله، كثير من الناس دخلوا في دين الله أفواجا بسبب معرفتهم بمحاسن هذا الدين العظيم، وبسبب أخلاق المسلمين. ولذلك جدير بنا يا عباد الله، خاصة في هذه الأيام التي انتشرت فيها وسائل الإعلام ووسائل الاتصال، أن نبين محاسن هذا الدين لغير المسلمين، فإن ذلك من أعظم وسائل الدعوة خاصة في هذا الزمان. نعم يا عباد الله، يغفل كثير من الناس عن بيان محاسن الإسلام، قد تجده يدعو إلى الإسلام ولكنه لا يبين ما هو الإسلام، فإذا بين الإسلام دخل كثير من الناس في دين الله أفواجا. والدعوة بالأخلاق ومحاسن الأعمال كانت سببًا في إسلام كثير من الناس في المشرق والمغرب. وقد ذكر بعض أهل العلم عن رجل داعية معاصر من أهل الهند أسلم على يديه 1000 رجل، دعا كل واحد على حدة، ولم يدع 2 مع بعض أبدا، وكانت دعوته فقط في بيان محاسن هذا الدين. فأسلم على يديه 1000 رجل من الهنادكة، وهذا لا شك يا عباد الله يبين لنا عظيم أمر بيان محاسن الإسلام وبيان هذا الدين العظيم، فإنه دين عظيم قويم أنزله الحكيم الخبير. ومن محاسن هذا الدين العظيم يا عباد الله التي ينبغي أن تبين للناس وأن تظهر للعالمين، أن هذا الدين العظيم اعتنى بحقوق كبار السن بما لم يأتِ في دين من الأديان أو في ثقافة من الثقافات، وإنما هذا الدين العظيم أتى بحقوق الجميع، أتى بحقوق الجميع بما يوافق القرآن والسنة، ومن ذلك حقوق كبار السن. فكبار السن أولاهم الشرع اهتماما عظيما، فقد تكاثرت النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حقوقهم وإنزالهم منازلهم. ومن ذلك يا عباد الله قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، وفي رواية: يعرف شرف كبيرنا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، هذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يرحم الصغير ويوقر الكبير
ويعرف للعالم حقه. وهذا يفيد يا عباد الله أن من لم يعمل هذه الأمور فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من عمل يدل على أنه من الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم، أي أن البركة وهي الزيادة والخير والنمو هي مع الأكابر. والأكابر هنا أكابر السن وأكابر العلم، وذلك يا عباد الله لأن كبير السن وكبير العلم قد جربوا ما لم يجربه غيرهم، فإنهم قد حصلوا من التجارب في الزمان ما لم يحصله غيرهم، فلذلك كانت البركة معهم. والأدلة يا عباد الله في السنة كثيرة جدا، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يتسوك، فجاءه رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأعطى الصغير السواك فقيل له كبر فأعطى الكبير. وعندما جاء رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم الصغير بوجود الكبار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، فتكلم الكبار وسكت الصغير. والأدلة كثيرة يا عباد الله التي تدل على أن الإسلام أعطى الكبير حقه، فالكبير مقدم يا عباد الله في الكلام، ومقدم في السلام، ومقدم في الدخول، ومقدم في الخروج تقديرا له. بل إن من أعظم الأحاديث يا عباد الله التي جاءت في هذا الشأن أن الله سبحانه وتعالى جعل من إجلاله توقير الكبير، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله أن يوقر الكبير. فتوقير الكبير من إجلال الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى، فدل على أن توقير الكبير واحترامه من دين الله عز وجل ومن الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي يا عباد الله أن ينادى الكبير بما يناسب مقامه مما يدل على احترامه، كأن ينادى بالكنية التي يحبها، أو ينادى بلفظ فيه دلالة على احترامه وتوقيره، كأن يقال له يا عم أو نحو هذه العبارات. فقد جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في آثار كثيرة، في آثار كثيرة، منها ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه دخل عليه أبو أمامة بن سهل وقال له يا عم. وكذلك في غزوة بدر عندما جاء الأنصاريان اللذان قتلا أبا جهل، ورأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، فقال له أحدهما يا عم. وكل هذا تقدير من الصحابة رضي الله عنهم ومن السلف لكبير السن، فكانوا ينادونه بمثل هذه العبارات. وقد يستنكف بعض المتكبرين عن مثل هذه العبارات أن يطلقونها على كبار السن، ولا شك أن هذا نوع من التكبر المذموم. فينبغي أن ينادى الكبير بما يناسب مقامه وبما يناسب سنه. عباد الله، وإن من أعظم ما ينبغي أن يعتنى بهما في كبرهما الوالدين، فالوالدان يا عباد الله هما أعظم وأولى بالرعاية والخدمة من غيرهما. ولذلك نص الله سبحانه وتعالى عليهما في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله سبحانه وتعالى
قارن حقهما بحقه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوقهما قرين الشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. فالوالدان يا عباد الله هما أعظم وأولى بخدمتك ورعايتك، سواء كان شبابا أو كهولا أو شيوخا كبارا، ولكن في حال الكبر تشتد الحاجة، تشتد الخدمة، ولذلك نص الله سبحانه وتعالى عليهما في كبرهما: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهنا نص الله سبحانه وتعالى على حال صغرك لتتذكر أنهما قام بخدمتك عند حاجتك، بل إن قيامهما بحقك أثناء صغرك أعظم من قيامك بحقهما حال كبرهما، وذلك لأنهما قام بحقك صغيرا من أجل أن تبقى، وأنت تقوم بحقهما كبيرا وقد تتأفف من وجودهما. فعلى المسلم يا عباد الله أن يرعي للوالدين حقهما وأن يعطيهما حقهما، فإن الجزاء من جنس العمل، وليكن العبد أشد حرصا على خدمتهما ويبادر إلى ذلك، ولا يجعل ذلك تناوبا أو ينتظر أحدا يقوم بهذا العمل، بل هو يبادر ويخدم ويعلم أنه مأجور، وأنه مهما عمل للوالدين فإنه لن يوفيهما حقهما أبدا. والجزاء يا عباد الله والجزاء من جنس العمل، فما عملته مع الوالدين وما عملته مع الكبار اليوم سيعمل معك في حال كبرك، سواء كنت والدا أو كنت كبيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، فمن حقوق كبار السن حقوق كبار العلماء من الذين شابت لحاهم في العلم والتعليم، فإن حقهم أعظم من غيرهم، وهم أعلم بالأمور وتجارب المسائل من غيرهم، فكان حقهم أعظم من غيرهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، ويدخل في ذلك دخولا أوليا كبار العلم. وأيضا يا عباد الله، جاء في الحديث أن من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، والأصاغر إما أن يكونوا صغارا في العلم، وإما أن يكونوا من المبتدعة كما فسر ذلك كثير من السلف. والمراد يا عباد الله أن كبار أهل العلم أولى بغيرهم بالتكريم والاحترام والتقدير والسؤال والرجوع إليهم في النوازل، وذلك لأن الكبار من أهل العلم جربوا وعرفوا ما لم يعرفه غيرهم. ومن حقوق كبار السن يا عباد الله أن ننصحهم وأن نبذل لهم النصيحة بلطف ومن دون عنف. ومن ذلك يا عباد الله هذه النصيحة التي نوجهها لكبير السن: أولا، عليك يا عبد الله أن تعين على برك، تعين على برك من أولادك ومن الناس بحسن التربية أولا، وبحسن التعامل ثانيا، وأيضا بعدم طلب الحقوق كاملة، فإن النقص لا بد أن يحصل في البشر، فمن كان طالبا لكل حقه قد يفقد كل حقه. وأيضا يا عبد الله، قد بلغ بك العمر ما بلغ، وهذا نذير لك بالرحيل من هذه الحياة الدنيا
وكلنا عن هذه الدنيا راحلون، ولكن من كبر سنه فلا بد أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقد جاء عن السلف أن الواحد منهم إذا بلغ الأربعين أقبل على العبادة إقبالاً كلياً، فكيف بمن وصل الخمسين؟ فكيف بمن وصل الستين؟ فكيف بمن وصل السبعين ومن جاوز ذلك؟ فهذا أولى وأحرى أن يقبل على هذه يقبل على الله سبحانه وتعالى ويدبر عن هذه الحياة الدنيا إلا ما كان له فيها نصيب مما يقويه على طاعة الله ويؤدي فيه الحقوق. والشيب يا عباد الله، والشيب نذير، قال سبحانه وتعالى: وجاءكم النذير. فسر غير واحد من السلف النذير بالشيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعذر الله رجلا بلغه ستين سنة. أعذره أي أنه بيّن له جميع الحجج، فلم يبق له أي حجة إلا أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وذلك لأن الكبير قد انطفأت عنده نار الشهوة وتبينت له من التجارب الأمور، فكان حري بمثله أن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى ويقبل عليه. وهذه النصيحة وإن كانت لكبار السن فهي للجميع بلا شك ولا ريب، ولكن الأولى والأحرى من طال عمره أن يتنبه لمثل هذا الأمر العظيم. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.